الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ما زلنا مع كتاب ربنا، إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا بحال، بلغنا إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقلنا بأنهم اختلفوا في ذلك على مسألة القتل العمد، نعم، أن مسألة القتل عند الله جل وعلا عظيمة، والاستهانة بالدماء معناها الخزلان، الاستهانة بالدماء معناها الخزلان، معناها أن الله تعالى استدرك العبد إلى 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 بواره، إلى خزلانه، إلى خلوده في النيران. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يعني تذكروا على ما أنتم فيه وما كنتم عليه، رضي الله عنكم، أحسن الله لكم، أنا أشتاق لكم جميعا. نعم، أي إذا خرجتم جهادا في سبيل الله جل وعلا فتبينوا ولا تتعجلوا في الحكم على الناس. ولذلك الروية فيها ما فيها من الخلق من الخير، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، سلام، أحسن الله عليكم، أنا متعب جدا فسامحوني. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تتعجلوا في الحكم على الناس ثم تتعجلوا بعد ذلك فيما يتبع الحكم، ولا تقولوا لمن سلم عليكم بتحية الإسلام السلام عليكم، لا تقولوا بأنه سلم خشية القتل ولكنه ليس من المسلمين، بل قل الأصل أنه من المؤمنين، الأصل أنه من المسلمين، ما دام قد سلم سلام المسلمين. عليكم السلام وبركاته سمراء، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، بل هو من المسلمين، هذا الأصل، أنه لما سلم سلام المسلمين فهو من أهل الإسلام، إلا أن يدل الدلائل على غير ذلك. لكن يقال بأنه ليس من المسلمين حتى يدل الدليل على خلافه، هذا خطأ بين، هذا تعجل في الحكم، والتعجل في الحكم يهدر المكانات والمقامات، وأيضا يجعل الأمر أيسر ما يكون بسرعة سفك الدماء، وهذا عند الله ليس بالهين، جزاكم الله خير. ولذلك قال الله تعالى: تبتغون عند الله عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فهنا قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أتطلبون من وراء قتله أن تغنموا ما معه من مال وسلاح، وهو حطام سريع، حطام الدنيا لا يساوي شيء ولا تبقى مع أحد، فهو إلى فناء وإلى زوال. فعند الله جل وعلا ما حل لكم به من أعظم ما يكون، رضي الله عنك أبو السمان، أحسن الله عليك، رضي الله عنك نور، عليكم السلام وبركاته. قال: المغانم عند الله جل وعلا أفضل لكم، وهو جانب من جوانب الخير الكبيرة، وهو الجنة التي أعدها الله للمجاهدين الذين يعملون لدين الله جل في علاه، والذين قد بايعوا ربهم جل في علاه، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن الله تعالى أعطاهم أيضا الدنيا، ولكن الله جل في علاه أعطاهم أيضا الدنيا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير، أي كذلك كنتم على الجاهلية، كنتم على الكفر، فهداكم الله للإسلام ومن عليكم بالإيمان، فتثبتوا وتحققوا من أمر من سلم عليكم حتى لا تتسرعوا في قتله فتصيبكم معرته، فهو من أهل الإسلام، ولا يجوز سفك دم امرئ مسلم. وقد قلنا قبل ذلك أن الله تعالى حرم دماء المسلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين تكالبوا واتفقت كلمتهم على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. وكونوا على نظر على ما كنتم عليه، ولو مر عليكم أهل الإسلام فسلمتم عليه أتريدون أو كنتم ترتضون أن يحكموا عليكم بعدم الإسلام، وأنكم لما سلمتم تقية فيسفكون دماءكم، لن ترتضوا ذلك على أنفسكم. لذلك قال النبي: قيسوا الأمر على حالكم وحتى تنصفوا. ولذلك قال الله تعالى: والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها. قال فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله جل في علاه يكشف عن الخفايا، فهو رب البرايا سبحانه جل في علاه. أمين أمين، أحبك الله أحبتنا فيه فاضل الشيخ سيد، أحسن الله عليك، فرفع الله مقامة، وجزاك الله عنا خير الجزاء، أحسن الله عليك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه نزلت في جماعة من الصحابة، لحقوا رجلا من غنيمة مع غنيمة
أو قطيع من الغنم، فقال السلام عليك، فقتلوه أخذوا معه ما معه من الغنم. فنزلت الآية محذرة: لا تتعجلوا في الحكم على الناس تبتغون عرض الدنيا، المغانم التي أحلها الله لكم فيها غنية. فأشار تبارك وتعالى عن الجهاد وسبيل الجهاد، ووضح جزاءه، وبين الباب المشتسع والفرق الواسع بين أهله، وهو يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ولا بد لهم من راية، ولا بد لهم من أمر من ولي الأمر في هذا الباب، وأنزلون تحته، وإذا وهو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا هاجم أهل الكفر على بلاد الإسلام، أو كان النفير من ولي الأمر. ثم فرق الله جل في علاه بين من يسارع في الجهاد في سبيل الله جل في علاه نصرة للدين، وباع الغالي والنفيس من أجل هذه النصرة. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا أيضا دلالة على فرض كفاية وليس فرض عين. كالعلم أيضا: فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأبقاهم. فدلالة أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ليس فرض عين. قد يتعين كما قلنا إذا التقى الصفان وقال فلا تولوهم الأدوار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرزا لقتال أو متحرزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله أو بنفير ولي الأمر فيكون على الأعيان. فلا يستوي عند الله من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد في سبيل الله. هذا بذل الغالي والنفيس والمهج لرفع راية لا إله إلا الله، إلا أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض، فهؤلاء لهم عذرهم عند ربهم جل في علاه لأنهم غير مكلفين. لكن هل يجوز لهم القتال؟ نعم يجوز. عمرو بن جموح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت لك الرخصة، لأن الله قال تعالى رأى إن الله جل في علاه رفع الحرج عن الأعرج عن أعمى، فقال له: والله والذي نفسي بيدي لا أطأن بعرجتي هذه الجنة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويفضل الله المجاهدين في سبيله على أهل الأعذار غير المكلفين درجة. هؤلاء ينصرون دين الله جل في علاه. لذلك قال سلم: يغفر له مع أول دفع من دمه كل ما قدم من ذنبه، وله 70 من حول العين، له الحلة وله المكانة، الرفع عند الله جل في علاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جاء أبو رزين إلى النبي الأمين فقال له: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: يضحك ربنا. قال: ما الذي يضحك الرب؟ قال: أن تخلع اللأمة وأن تدخل إلى ساحة الوغى، أن تقبل غير مدبر فتقاتل حتى تقتل. فالمعنى: فضل الله المجاهدين في سبيله على أهل الأعذار غير المكلفين لاستوائهم في نية الجهاد، كما قال الله أكبر رضي الله عنك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد كانوا في بعض الغزوات: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف كنون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد المجاهدين وعد القاعدين بسبب العذر، وعده الله بالجنة لموجود لتوحيده والإيمانه. ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أي فضل الله المجاهدين في سبيله على القاعدين من غير أولي الأعذار درجات متفاوتة كما بين السماء والأرض. الله تعالى قال: بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، مع كمال المغفرة والرحمة للمجاهدين في سبيل الله. وهذا يدل على أن منازل المجاهدين لا ينالها أحد مهما كثرت طاعته وأعماله الصالح إذا كان قادرا على الجهاد ولم يجاهد في سبيل الله. ويكفي المجاهدين أجرا وفخرا أنهم يوم القيامة في درجة النبيين، مع النبيين يشفعون لمن شاء من أحبابهم. وقد نزلت هذه الآية العظيمة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فقال له: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال: يا رسول الله، والله لا أستطيع، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. يعني أنت الآن أين الدرجات العلى التي فيها الفوارق بين الطبقات؟ فقال له: لو استطعت لجاهدت.
فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام باستثناء أثلج كل من كان له عيب وضرر. قال غير أولي الضرر، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فخشيت أن ترد أي تهرس تكسر من شدة ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل في علاه غير أولي الضرر، فأخرجه البخاري. فهذا أسلج صدر كل من كان له عيب. ولما كان الجهاد في سبيل الله يستلزم منه الهجرة من دار الكفراني إلى دار الإيماني، لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد، كيف سيجاهد؟ لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد. ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة ونعيم الدنيا ولم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. لذلك لابد أن ترى، لا ليس واجبا على النساء بحمل الأحوال. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت الذمة ممن جلس بين 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 بين, بين أظهر المشركين، إني بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. ولأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كانت فريضة على المسلمين في بلاد الدعوة الإسلامية. قال تعالى هنا مبينا بعدما بين درجات المؤمنين على الجهاد وعلى غيره، غير أولي الضرر، المعذور الذي انتوى الجهاد ساوى أهل الجهاد في الأجر لكن ليس في المضاعف، في الأجر لكن ليس في المضاعف. آمين آمين، حياكم الله وبياكم يا عائشة، يعني ليس في المضاعف. نعم، لأنه قال شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فقال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هؤلاء عصاة لأنهم ما هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حين ينزل بهم الموت تتوفاهم الملائكة يسألونهم كيف كنتم بين أهل الكفر وتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم تهاجروا إليه، أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم، ولأي شاغل قد شغلكم ومنعكم من الهجرة توبيخا وتقريعا. فهم يريدون العذر لأنفسهم، قالوا كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن الإقامة فيها، فيقولون لهم تقريعا وتوبيخا ألم تكن أرض الله واسعة، وهي دلالة على سعة أرض الله فعلا. فإن أردت الخير فعليك أن تسعى جاهدا أن تخرج من بلاد الكفر، فإنه لا تهنأ لك عبادة معهم، ففي البداية لا تهنأ عبادة معهم، والثاني بأنه لا يستقيم جلوسك مع أهل الكفر، ولو جاءت القوارع والصوارع فأنت تنزل تحتهم. ولذلك قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك، شوف البعد بقى في التقريع والتوبيخ وأيضا مكانة النزول، مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالذين تركوا الهجرة وصاروا تحت راية الكفر وأهل الكفر في دار الكفر ولم يهاجروا كما هاجر إخوانهم، مسكنهم جهنم وساءت مصيرا كالمنافقين. وهذه مسألة عظيمة، مسألة ليست كالمسألة التي نراها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني هنا مسألة التقاعس عن الهجرة في سبيل الله جل في علاه مآلها إلى النار. ولذلك كما قلت حتى أهل الإسلام الآن في عصرنا لا يقولون بأن الهجرة قد انقطعت من فتح الإسلام، الهجرة لم تنقطع، الهجرة ما زالت وقد تكون واجبة من بلاد أهل الكفر إلى بلاد أهل الإسلام إلا من لم يجد لذلك سبيلا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من الخذلان، يعني من لم يهاجر فمآله إلى النار لأنه عصى الله ورسوله وبقي مع أهل الكفر، وهذه نمت عن محبتهم، والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب. لكن الله تعالى حكم عدل لا يسوي بين مفترقين، لذلك قال الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لعجزهم، فهم مقهورون تحت راية الكفار، لعجزهم ولقهرهم تحت أيدي الكفار من الشيوخ والمسنين والنساء الضعيفات والأطفال الصغار، عجزوا عن الهجرة
وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا سبيل لهم للخلاص من هؤلاء، فأولئك فإن الله يعذرهم، وإن الله جل وعلا لا يعجل لهم العقوبة. ولذلك قال الله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فجمع بين العفو والمغفرة، فعفى عنهم سبحانه جل وعلا لوجود العذر عندهم، عفى عنهم لوجود العذر عندهم، نعم، وغفر لهم سبحانه جل في علاه، فغفر لهم أنهم لم يهاجروا لأنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، هم ما تقاعصوا لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لوجود العجز والضعف وكبر السن ولذلك أمور التي ما يستطيعون إليها. فلذلك الله جل في علاه حكم العدل، لا يسوي بين من كان مستطيعا قادرا وبين من كان ضعيفا عاجزا. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من يهاجر من وطنه مهاجرا، يعني من يخرج من وطنه مهاجرا في سبيل الله جل وعلا يجد له ما يرغم به أنوف الأعداء، ويسهل الله جل وعلا أمر الهجرة له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأرض الله واسعة، فيها ما فيها من الخيرات، فيها ما فيها من الرزق، فيها ما فيها من سعة الأمر لعبادة رب الأرض والسموات، فلا تضيق بأحد من الناس، ورزقه سابغ على العباد. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيجد فيه من القوة البدنية والقوة الحسية والقوة المادية يرغب به أعداء الله، هم كبتوا له إيمانه وإسلامه وتوحيده، فإذا ضرب في الأرض فتح الله له ورفع راية الإسلام خفاقة عالية، ورزقه الله جل في علاء من سعة، وقواه الله جل في علاء على أهل الكفر. المهم أنه ينتوي أنها هجرة في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، في الرزق رزق الله، والخزائن خزائن الله جل في علاء، ويمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه جاءت على الهجرة أن تكون لله، والنية مسبقة أن تكون لوجه الله، لا لمال لا لدنيا لا لجاهل لا للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يخرج من وطنه مفارقا لهم كفعل صايب، يعني عندما ساومهم قال: خذوا مالي ودعوني أهاجر إلى رسول الله، فكانت المساومة بيعا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء أناس صادقون، ولذلك فتح الله لهم كل أبواب النور وكل أبواب الخير، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله جل في علاه، ترك ماله وما يملك كلية من أجل أن ينظر إلى وجه النبي الأزهر الأنور بأبي هو وأمي. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة من فوق سبع سماوات: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، والله لا يضيع أجر المحسنين. وروى أن رجل مسنا يدعى ضمر بن القيس لما سمع ما أنزل الله جل في علاه في المتخلفين عن الهجرة قال لأولاده، وكان شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة: احملوني إلى المدينة المنورة، ناس عاشوا صادقين وماتوا مجاهدين، فرفعهم الله في عليين. قال: والله لا أبيت الليلة بمكة وإني لأهتدي إلى الطريق، فحملوه على سرير ثم خرجوا به إلى المدينة فمات في الطريق صادقا، فأخرجه الله جل وعلا ليعتلي منزلة تصعب على كثير من الذين يعيشون، فمات في الطريق بالتنعيم قريبا من مكة. فقال بعض الناس: ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده. ما هكذا يفعل الله بعباده أبدا، مرغما أن يرغم أنوف الكفار والأعداء ويذلهم بقوته وجهاده. قالوا: ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده. فأنزل الله جل في علاه في حق وحق أمثاله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذه إن دلت على أن الله شكور، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله سبحانه جل في علاه يحب من عباده الصدق والسعي بصدق، ثم بعد ذلك النتيجة في المعالي.
فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك من طلب الشهادة بحق فإن الله يعطيه الشهادة ولو نام على سريره. يا الله، هذه رأفته وهذه رحمته، هذا كرمه وهذا جوده. ولذلك قلت محل نظر الله جل في علاء القلوب، أيما عبد كان صادقا يرتقي المنازل العلى عند ربه ولو تقاعست به الأبدان، لكن قد سبحت به القلوب إلى المعالي. لما قالوا ذهب أجره أنزل الله مدافعا عنه قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. دافع عنه الله جل في علاه، هو الذي تصدى ليدافع عنه لأنه خرج صادقا، خرج يريده، أراد الله ورسوله، ومن أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا فيها الترغيب في الهجرة إلى الله جل في علاه، ففيها وجوب الهجرة لمن لم يستطع أن يقيم الشعائر في وطن يعيش فيه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيها دون أذى ودون ضرر. فأرض الله واسع ورزق الله واسع، ويمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة. رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يا ابن آدم أنفق عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأرب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى فقد وقع أجره على الله، هذه بشارة خير لهذا الكبير كبير السن الذي كان صادقا وقال الأولاد يحملوني والله لا أبيت بمكة إلا واحدة. كبير السن ضعيف البدن لكنه قوي القلب، لذلك اعتلى عرشا عظيما ومكانة راقية سامية عند رب السماوات والأرض. وختم الله ولنعم ما ختم بعظيم الختام في الآيات، وقال كان الله غفورا رحيما، أي عظيم المغفرة وعظيم الرحمة لمن تاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. وبين الله جل في علاه ليس شيء أنفع للإنسان من صدق النوايا مع ربه جل في علاه رب البرايا، فإنه كلما كان العبد صادقا كلما قبله الله جل في علاه، وكلما كان صادق الهم صادق النية صادق العزم صادق الفعل كلما أوصله الله جل في علاه فوق ما يتمنى وفوق ما يرتجي، فإن الله شكور سبحانه جل في علاه. قال إني جاعلك للناس إماما، قاله من ذريتي، كان صادق ذلك إبراهيم عليه السلام، لذلك جعل إسحاق يعني ذرية بني إسرائيل بأسرها من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء. قاله من ذريتي، كان صادقا في دعوته، وتجلى صدقه حين قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إشهاد الصدق في ذلك هو ما عليه إلا أن نادى صوته لا يصل، ما عنده آلات التي عبر الأسير في هذا الباب، لكن الله جل في علاه أوصل صوته إلى الجنين في بطن الأم. ولذلك قال الله تعالى قال قولا فصلا، قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يا الله، رأيتم كيف الصدق فعل مع الله جل في علاه؟ وكلما كان المرء صادقا مع ربه كلما علا وارتقى وارتفع، وكلما مكن الله له وكلما جعله يصل إلى ما تمنى ويرتجي وفوق ما يرتجي. فحيثما كنت مع الله كان الله معك، فلذلك من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن سعى هرولة إلى ربه تلقاه من بعيد، فلله الحمد والمنة. ثم بين الله جل في علاه حال المسافر كيف يصلي وصلاة الخوف التي شرعها الله جل في علاه رحمة بالمؤمنين، هذه التي أثرت في خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما وجدهم ورآهم يصلون فقال له كيف لم ينقض عليهم، إذن ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم وهي صلاة العصر. فأنزل الله جل وعلا وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فلما نظر خالد تعجب كيف
بدل حال الصلاة وصلى بهم صلاة الخوف متجهين إلى مسألة القبلة، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد من قبل ربه جل في علاه. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أي إذا سفرتم للجهاد أو للتجارة فلا إثم عليكم أيها المؤمنون، ولا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة. قصر الصلاة الرباعية كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كلما سافر صلىها قصرا ما صلىها تماما. عائشة كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وكنت أتم، نعم، وكان يفطر وكنت أصوم. وإن كان هذا لم يصح، لكن حقا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما أتم صلاة قط. هذا الذي حدا بالأحناف والظاهرية أن يقولوا بأن القصر في الصلاة واجب، ولكن الحق أنها مستحبة. فهنا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والمسألة كانت على الغالب في سفراتهم عندما كانوا في أول الأمر. ولذلك قال عمر بن الخطاب: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالنا قد أمنا ونحن نقصر الصلاة؟ فقال: يا عمر، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلله الحمد والمنة على رحمته في التشريع. فكأنه قال: إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم بقتل أو أسر أو نهب أو غير ذلك، إن الكافرين يتربصون بكم الدوائر وهم أعداء لكم، فاحذروا شرهم. وهذا أيضا من باب حسن التوكل على الله جل وعلا، الحذار الحذار من أهل الكفر والنفاق. فلا يمنعهم فرصة أن تتعبدوا لربكم بالصلاة، أن يسفكوا دماءكم وأن ينهبوا أموالكم. فذكر الخوف في الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهنا على الغالب وبيان الواقع، لذلك ليس له مفهوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا: قال له: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي قول تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس لها مفهوم، هذا بيان للواقع، هذا الغالب هنا، كشف الواقع، وكشف الواقع لا مفهوم له. لذلك لما عمر قال: قد أمنا وما زلنا نقصر يا رسول الله، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شرع شرعه الله جل وعلا للحفاظ على المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رايته، تكفل الله بحمايتهم ولم يسقط عنهم الصلاة، دلالة واضحة جدا على الركن الركيم من هذا الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة، فلم يسقطها الله حتى في الخوف. فبين الله جل وعلا صلاة الخوف كيف تكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم بأن طائفة تصلي معك وهم مدججون بالسلاح تهيئة للدفاع عن أنفسهم، وهذا أيضا من باب حسن التوكل، وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدو، هكذا كان. صدق الله، فمكن لهم الله جل في علاه من رقاب العباد والبلاد، وطائفة أخرى تكون في مواجهة العدو، فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة تأتي الطائفة الثانية تصلي. الأصل أنها لها أحوال صلاة الخوف، لأن فيها صور من هذه الصور، أن يكون العدو وجاه في اتجاه القبلة أو يكون العدو في خلاف القبلة. لو كان العدو في اتجاه القبلة فإن الجميع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، وتبقى طائفة وجاه العدو، وتكمل طائفة الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى يعني باقية حتى تنتهي، ثم بعد ذلك يكمل النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية، تكمل الركعة التي فاتتهم، ثم يبدأون الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه، فيكون الأولى ابتدأت والأخرى تختتم. ولو كان في غير وجه العدو، يعني في غير اتجاه العدو، تقسم إلى فريقين، فريق ومعهم السلاح يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى تكون في اتجاه العدو، فتصلي الفئة الأولى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس النبي، فتقوم فتكمل الركعة الثانية وتسلم، ثم تأخذ مواضعها ومكانها وجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت وجاه العدو تصلي، فهم ينشغلون بالعبادتين بحماية المسلمين وأيضا إرضاء رب العالمين، يركعون يسجدون يصدقون الله. لذلك لما صدقوا الله جل وعلا أذهلوا العالم بأسره، ومكن الله لهم
من رقاب العباد والبلاد. اللهم صدقا ورحمك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا معك صدقا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا معك صدقا وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هكذا كان حالهم، كانوا صادقين، فصدقهم الله جل في علاه ونصرهم، والأخطار تحدق بهم وتحيط بهم، ولكنهم كانوا من أحسن الناس اعتقادا في الله جل في علاه. لما حاطوا بهم حاطت الصور بالمعصم إحكاما، ووصفهم الله وصفا دقيقا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أجابهم الله على الفور والتم: ألا إن نصر الله قريب. وكانوا من أحسن الناس اعتقادا في ربهم، فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما بدلوا تبديلا. لذلك الله تعالى جعل لهم النصر مؤذرا، وقاتلت معهم الملائكة، وقال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تعالى يبين لعباده: تمنى الكفار أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيلتمسون غرة فيأخذونكم بها ويشدون عليكم شدة واحدة فيقتلونكم وأنتم منشغلون بالصلاة. ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في حالة الضعف أو المرض أو حالة سفر ألا تحملوا أسلحتكم في الصلاة، ولكن تيقظوا، احذروا، احترسوا من أهل الكفر، فإنهم يدمرون لكم العداوة وأكيدون لكم ويمكرون بكم، والله من وراء القصد، فإنهم يتربصون بكم الدوائر. والله تبارك وتعالى أعد للكافرين عذابا شديدا مغزيا مهينا، ولا ينصرهم الله جل وعلا، ولا يمكن لأهل الكفر من أهل الإسلام. لا والله، إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه، إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه. الولي وإن عصى وإن تجاوز وإن تعدى هو ولي، هو موحد بربه جل في علا، يرجع يؤوب يتوب إلى ربه جل في علا بحسن الفيئة ورجع وسرعتها. أما الكافر فإنه يشرك بالله صباح مساء ليل نهار، أن يقترب من ربه جل في علا. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الظهر إماما في غزوة ذات الرقاع مع أصحابه، فلما انتهوا من الصلاة ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلون، فقال بعضهم: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم، يقصدون صلاة العصر، فإذا رأيتموهم فقاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام بالآيات بين صلاة الظهر والعصر، الله أكبر، وعلمهم كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه الله على قصد المشركين ومكر المنافقين الكفار الكفرة الفجرة. فقال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أي إذا أديتم صلاة الخوف بهذه، وهنا اختل نظم الصلاة، فاختل نظم الصلاة من أجل المصلحة العامة، اختل نظم الصلاة من أجل المصلحة العامة، ولذلك عم مخاطر الشريعة تتحرك في هذا الباب لتبين لك مرونة هذه الشريعة في الأحكام. فإذا صليتم صلاة الخوف وانتهيتم منها فأكثروا من ذكر الله تعالى في حال القيام والقعود والاضطجاع، فاذكروه في جميع أحوالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا الله حتى يقال مجنون، في بعض الروايات، وإن كان فيها ما فيها من يعني الكلام في الإسناد. لعل الله ينصركم على أعدائكم إن أكثرتم من ذكر الله. لذلك قلنا يعني دائما كل من وجد في نفسه ضعفا فإنه إن أكثر ذكر الله جل في علاه يتقوى بذكر الله جل في علاه. فإذا أمنتم ذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها كما أمركم الله بخشوعها وركوعها وسجودها، فلكم عهد عند الله جل في علاه، وهذا العهد أن يدخلكم الجنة. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين ومحدودة بأوقات معلومة، لا يجوز تأخيرها عنها ولا تقليل عدد ركعتها إلا في السفر والحرب. الله أكبر. فاعلموا يقينا بأن الله جل وعلا قد قدمكم على عباده وقد مكن لكم، فكونوا أهلا لهذا التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذه نزلت تأسيسا للمؤمنين وتضميدا لجراحاتهم في غزوة أحد حين قتل من المسلمين
من قتل وجرح من جرح. المعنى لا تضعف ولا تتوانوا في طلب أعدائكم، نعم، فإن الله يدب ويقذف في قلوبهم الرعب. فإن كنتم تألمون من الجراح فإنهم يتألمون كما تتألمون، غير أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام أبو سفيان في أحد بعدما انتهت، قام يسأل: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي القوم أبو بكر؟ أفي القوم عمر؟ قام عمر وقال ينكأ في عينه ويحرق قلبه بحياة الثلاثة، فقال: يا محمد، يوم بيوم بدر. كان مفتخر أنه يتكلم، والله له حكم وشؤون. يوم بيوم بدر. ثم قال البيت المشهور: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تردون عليه؟ فقال عمر: كيف نقول؟ قال: قولوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قال: يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال: ألا تردون عليه؟ قالوا: كيف نرد يا رسول الله؟ قال: قل. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا تردون عليه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا لا سواء، يوم لنا ويوم علينا. فقالوا له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولذلك ختم الله تعالى وقال: وكان الله عليما حكيما، يعلم بما يصلح به العباد، ويعلم أيضا بالأحكام كيف تكون على مر الدهور والعصور، وكيف تتواكب مع الحدث الذي هم فيه. وكان الله عليما حكيما. وأنت دائما لابد أن ترى إلى هذين الاسمين يقترنان كثيرا معا في ختام الآيات، لأن العلم يحتاج إلى حكمة، العلم يحتاج إلى حكمة، ولأن الحكمة هي تزين العلم، فتكون فيها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وكما قلت دائما، لابد أن تعلم أن مشيئة الله تعالى مقترنة بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، الظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن العظيم، هذه المعجزة التي كانت للنبي، ولأنه قال: ما من نبي إلا رزق الله جل وعلا ومنحه آية من الآيات التي على مثلها آمن الناس. وكان من أعظم الآيات التي منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، ناطقا بالحق المبين. قال وأمره أن تحكم بين الناس بهذا الكتاب. ولذلك من ركن إلى غير هذا الكتاب حكما فقد خسر خسرانا مبينا. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقم بهذا الكتاب إنصافا للمظلوم وإقامة للعدل بين الخلق، ولا تكن مدافعا مخاصما عن الخائنين، وهذا المقصود به المنافقين، وهم أعظم الناس خيانة في هذه الأمة. ولذلك المنافق أشد من ألف كافر، المنافق على الأمة أعظم فسادا من ألف كافر. فلا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، ولا تكن مدافعا عن الخائنين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فاستغفر الله إن هممت بالدفاع عن المنافقين عن الخائنين، فاستغفر الله في ذلك، فإن استغفرت غفر الله لك. وهذه الهم في النفس لا يحاسب عليه المرء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قد نقول أن هذه الآية من أرجى الآيات، لأن الله جل في علاه بيّن أن العبد ما عليه ولو أتى بالطوام التي بلغت جاوزت الطود وعلت إلى السحاب، نقول له: إذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صادقا من قلبك، فإن كل هذا يتهدم يذوب. قال: من استغفر غفر الله له، إن الله كان غفورا رحيما. ولذلك قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف فعالا، صيغة مبالغة.
فقلت فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام. اللهم اغفر وارحم وتلا وزعم تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم. فالله عز وجل يحب من كان مفرطا في الخيانة متهما البريئين من الناس يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم يتهم غيره بالجريمة. هذه أم المصائب. عندما يعترف المرء بذنبه يرتفع درجة عند ربه. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان من أعظم الأدعية التي كانت سببا في إنقاذ يونس عليه السلام. توحيد، استكانة، تضرع، اعتراف بالذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت إلى آخر الحديث. ونزلت هذه الآيات في قصة عظيمة سجلها القرآن، وهي إنصاف رجل يهودي اتهم ظلما وعدوانا بالسرقة وإدانة رجل من المسلمين من ضعف الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح. كان هو السارق وما كان من نصارة قومه له والدفاع عنه من الأنصار، حتى هم الرسول أن يقطع يد اليهودي لظهور قرائن تشير إلى أنه السارق، وهذه مشهورة جدا في كتب السير. ودفاع قوم يعني طعم عن صاحبهم المسلم، وهو كان فيه ما فيه من الخيانة وفيه ما فيه من إدمار الشر. ذكرها المفسرون أن رجل من المسلمين يدعى طعم ابن أبي رك سرق ليلا درعا وسلاحا من بيت جاره قتادة بن النعمان، وكان ذلك السلاح مخبوءا في كيس فيه شيء قليل من الطحين، وصار الدقيق يتناثر من خلق فيه، فذهب بالدرع والسلاح وخبأه عند رجل يهودي يدعى زيد، واليهودي لا يعلم أن هذا مسروق. فلما كان الصباح فقد قتاد درعه وشك في أمر جاره طعمة، فالتمسه عنده فلم يجده، وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علم، وذهب مع جماعة من قومه يبحثون عنه، فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا اليهودي فرأوا السلاح والدرع عنده، فقالوا سرقته وخبأته في منزلك. قال اليهودي لا علم لي بشيء من هذا الأمر، وإنما دفعها إلي طعمة ووضع عندي أمانة، وشهد ناس من يهود بأمانتي وصدقي وبراءتي من السرقة. فلما فشل الأمر بين الناس وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبهم، قالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله ليجادل عن صاحبنا ولنشهد عنده ولنشهد عنده ببراءتي وسرقة اليهودي. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا طعمة اتهم بالسرقة وهو رجل صالح بريء، وإن الذي سرق الدرع هو اليهودي، وقد أحطنا بذلك علما، وقد وجدت الدرع في بيته، وهذا أكبر برهان على صدق قولنا. فجادل عن صاحبنا، يعني أنت لابد أن تدافع عن صاحبنا، وأعلن براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهاد، فإن لم تفعل افتضحنا ونحن قوم أهل دين وإسلام. فهم الرسول أن يبرئ طعمة وقومه من تهمة السرقة والتصقها باليهودي، اعتقادا منه بأنهم صدقوا، عملا أيضا بالقرينة التي ثبتت أمامهم، فقد وجدت الدرع عنده والأثر وصل إليه. وإذا بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العشر التي تبرئ ساحة اليهودي وتدين ذلك المسلم المنافق الذي أدمر نفاقا في قلبه. وذلك قال الله تعالى إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وتتبعت الآيات لتقرع وتوبخ هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدفاع عن المسلم زيفا وزورا واتهام اليهودي ظلما وبهتانا، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا. لما أرادوا رشوة في خيبر أرادوا كان يبعث إليهم خرصا عبد الله بن رواحة، فأرادوا رشوته، قالت تعطونني رشوة؟ أتعلمون قد جئت من قبل أحب الناس إلي، إلى أبغض الناس إلي يعني أنتم، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. ولذلك كشفت هذه الآيات خفايا المتآمرين وأصحاب الخيانة والنفاق، وبينت من البريء من المذنب في ذلك. قال الله تعالى عنهم، وهذه آيات عظيمة جدا،
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذه لو كان يعلم برقابة الله جل وعلا ما أقدموا على الزور والزيف والبهتان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الوحي ينزل إليه، لكنهم كما قلنا كانوا أهل نفاق يستتلون من الناس خوفا وحياة ويستحون من الله جل وعلا وهو أحق بأن يستحي منه وأن يخاف من عقابه، وهو جل وعلا معهم لا يغيب عنه شيء من أمورهم ولا يفوت ويسمع ما يدبرون ويمكرون ويكيدون، كما قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال عن عيسى عليه السلام قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والذي يرمي البريء ويشهد زورا ويبرئ المجرم السارق ويتهم من كان بريئا يقع تحت هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد. ولذلك يقول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وهذا لمعشر هذا الرجل الذين دافعوا عنه مع سرقته زورا وظلما واتهموا الرجل بهتانا، فلذلك قال الله تعالى أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا من ينفعهم من يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لذلك قال الله تعالى أما يكون عليهم وكيلا يتولى الدفاع عنهم ويكون شفيعا نصيرا لهم من بأس الله ومن عقاب الله يوم القيامة لا تسمع إلا همسة. وهذا وعيد شديد تهتز له الأركان وترتجف له القلوب فزعا وهلعا وخوفا، فإن كانوا قد انتصروا مثلا لصاحبهم وقد تأثر بهم الرسول وحكم لهم ماذا سيفعلون عند الله جل في علاه عندما تكشف الحقائق؟ لذلك قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فمن يعمل سوءا كأن يتهم بريئا ظلما وعدوانا وبهتانا أو يظلم نفسه بارتكاب سرقة أو غيرها من المعاصي أو في شهادة الزور هي أعظمها ثم يتوب من ذنبه لربه جل في علاه مهما تعاظم الذنب فإن التوبة تسقط هذا الذنب، مهما تعاظم الذنب ومهما اعتلى فإن التوبة تسقطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لذلك قال الله تعالى مطمئنا القلوب التي ارتجفت من خوفه هلعا وتقربت إليه استغفارا وتوبة وإنابة، قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، أي ما يفعل هذه الجريمة من الجرائم ذنبا من الذنوب فإنما يعود ضرره على نفسه عند ربه جل في علاه فلا يضر غيره، إذ كل نفس مرهونة بما كسبت مرهونة رهينة، وأن الله جل في علاه قد حكم حكما عدلا بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما دخل الرجل مع ابنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا ابني. قال أما تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه إلا إذا كان سببا في هذا الأمر. والله جل في علاه أعلم بالعباد وبأفعال العباد وأيضا بنوايا العباد وخفايا العباد. قال الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني لو ارتكب ذنبا صغيرا أو جرما كبيرا ولكنه نسبه لغيره واتهم به غيره فقد تحمل جرما وذنبا فاحشا في أمرين، ارتكاب الذنب وأيضا رميه على غيره بهتانا وزورا. والله جل وعلا أعلم بالخفايا، الله جل وعلا يحاسب عليها ويعطي لها ويعطي عليها، والله جل وعلا مع مغفرته ورحمته فهو شديد العقاب، فإن الله جل وعلا لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحاط بكل شيء علما. ذلك يوم القيامة قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك طفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجد ما عملوا حاضرا. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني ولولا فضل الله عليك بالعلم والحكمة الذي أنزله الله عليك بالنبوة ورحمته لك بالعصمة لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن الحق حين سألوك أن تبرئ هذا 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 الظالم السارق، أن تبرئه فيكون ظلما فيحملوك على ذلك. وهذا في غير ما موضع من الكتاب. شوف الله تعالى قال: ولولا فضل الله عليك، وهذه دلالة واضحة جدا على أنك إن كنت في مأمن من شر من فجور من فسق من ظلم، هذا ما يكون منك ولا من ذكائك ولا من فضلك، بل هذا محض فضل الله عليك. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله وحده لا شريك له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وانظر كيف الله تعالى تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف انظر للآية الأخرى مهمة جدا في سورة الإسراء، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون كم شيء. أي في حقيقة الأمر لا يضلونك، إنما يضلون أنفسهم وبال الأمر عليهم يرجع، وما يضرونك وكيف يضرونك وأنت تعمل لله جل في علاه ظاهرا وتحكم بالظاهر، أما هم فباطنهم إلى ربهم جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإنما أقطع له القطع من النار وتبرأ ساحة من حكم بالظاهر. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي أنزل الله عليك القرآن العظيم وعلمك السنة المطهرة، فكيف يضلونك وأنت معك الوحي وتعمل به، معك الوحي الأصيل ومعك البيان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزلنا عليك الكتاب، وقال أنزلنا عليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب لتبين، قال الله تعالى: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والآية الأخرى: أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه البيان بالوحيين، الوحي الأصيل وبيانه هو السنة المطهرة، فرزق الله الوحي فكيف يضل. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انظر هنا في قوله: وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عظيم على الإنسان إن كان قد رزق العلم. لذلك العلماء يقولون: من رزق الله العلم فنظر إلى أهل الدنيا فقد تزهد على فضل الله ونعمة الله جل وعلا، قد ازدرى نعمة الله عليه، وهذا مغبون مفتون مأفون لم يدرك ولم يكن له مسكة بصيرة ليعلم أن هو ما رزقه الله جل وعلا يزن الدنيا وما فيها. من المبارك كانت له كوكبة عظيمة جدا، أم الخليفة نظرت إلى الكوكبة والجلبة والأصوات، قالت: من الخليفة؟ قالوا: لا، ليس الخليفة، هذا من أحد الأمة، رجل من عوام الناس، هذا من أحد الأمة. قالت: من هذا؟ قالوا: هذا رجل يدعى عبد الله بن المبارك. قالت: وما ابن المبارك؟ قالوا: محدث يحدث عن رسول الله. فنظرت إلى الكوكبة فقالت: والذي نفسي بيدي، هذا هو الخليفة، هذا هو الملك حقا، هذا هو الملك حقا. ولذلك الذي من رزقه الله العلم فلم يعرف فضله، فلم يعرف فضل العلم وفضل الله عليه بهذا العلم، مفتون مأفون. ولذلك الذي لا ينظر إلى نعمة الله عليه ويبين ويعلم أن الله جل وعلا قد فضله على العالمين بما منحه من هذا العلم وقد رقاه منزلة فوقهم، فيتعامل على ذلك ليعرف قدره، لأن الإنسان الذي لا يعرف قدره لن يعرف الناس قدره، يعني إن لم يكن الإنسان يعرف قدره حقا إذن لن يقدره الناس حقا قدره، كما كان يفعل العلماء هنا، وكانوا على أهبة
يعني المقدمة وكانوا على درجة رفيعة لا يتكبرون لكنهم يعرفون أقدارهم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالفضل العظيم من الكتاب والسنة إذا منحهم الله جل في علاه لأحد فقد أعلاه المنزلة، فعليه أن يكون عبدا شكورا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. احتج به العلماء على أن كل عمل لابد أن يسبقه نية أو يقترن به النية، إلا أعمال الخير المتعدية الخير للغير، وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الفوائد المستنبطة. من أراد الله أراد الله له ما يريد. لا فضل فوق فضل العلم، لا فضل فوق فضل العلم بحال من الأحوال. ولولا فضل الله عليك ورحمته والهمة الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون لأنفسهم وما يضلونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من استغفر الله غفر الله له. من ابتغى حكما غير حكم الله فهو من أعظم الناس نفاقا. من ابتغى حكما غير حكم الله جل في علاه فهو من أعظم الناس نفاقا. من صدق الله صدقه الله جل في علاه. خرج مهاجرا لله جل في علاه فمات فوقع أجره على الله، فسبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.